بسم الله الرحمن الرحيم. ده ان شاء الله توتوريال رقم 5. معاك باشمهندس محمد عادل البطل. دلوقتي اللي بنتكلم عنه، احنا خلصنا قبل كده كلام عن التريتمنت، اتكلمنا في التريتمنت السيدمنتيشن تانكس والفلتريشن والكلام ده. اتفقنا قبل كده ان التريتمنت مقسم لجزء سيدمنتيشن وجزء فلتريشن، واخر حاجه خدناها في الفلتريشن اللي هو السلو رابيد ساند فلتر. اللي هنتكلم عنه النهارده الديسانفكشن. الديسانفكشن ده الفلتريشن ده تنقية المية، الديسانفكشن ده تعقيم المية. يعني ايه تعقيم المية؟ تلاحظ لو في أحيانا كده لما تيجي تفتح الحنفية بتاعة المطبخ أو الحمام، تلاقي تحس المية فيها كلور. احنا بنعقم المية عن طريق كلور، كلور بنسميه كلوراين، تمام؟ بعد كده آخر ستيج اللي هي الستورج. الستورج دي اللي هنتكلم عنه في الستورج، تانك بيبقى فاكرين ال elevated storage اللي اتكلمنا عنه السمستر اللي فات، بس ده بيبقى ground storage. ده كل الفرق ما بين الايه الاتنين. ايه وظيفة ال disinfection ده؟ ان انا بقدر اعمل removal للبكتيريا، وان انا بقدر ان انا ادي factor of safety against direct pollution، ان انا بقدر اتخلص من اي pollution موجود في المية. ال design criteria بتاع disinfection tank او اسمه chlorine tank، اول حاجه احنا اي زي اي تانك الريتنشن تايم هتفرضه من 10 ل 30. بعد كده تحسب الكباستي كيو في التي، كيو قلنا بوبيليشن في افريج ووتر كونسامشن، والتي من 10 ل 30 اي مينت. هتقسم الدبس، الدبس هنا من 2 ل 3 متر، وعدد التانكات لازم يكون اكبر من او يساوي 1. السيرفيس اريا بتاعت التانك هي الكباستي على الان في الدي. كده انت عرفت اللينس والويتس بتاع التانك. التانك ده بيبقى حاجه بالمنظر ده، بنسمي الخطوط هنا. المية بتدخل مثلا وليكن كده، بتمشي المسار اللي هي بتمشي فيه ده. المسار اللي المية بتمشي فيه ده بنسميه اسمه الووتر لينس. يعني ايه الووتر لينس؟ اللي هو المسار اللي المية بتمشي فيه. طب ايه فرقه عن اللينس بتاع التانك؟ فرقه عن اللينس بتاع التانك ان هو الووتر لينس ده هو عبارة عن ايه؟ عدد السبيسنج، ادي مسافة، التانية، التالتة، الرابعة، الخمسة، الستة. كده انا عندي 1 2 3 4 5 6، 6 سبيسنج، وقمت بالسبيسنج اللي هي المسافة من 2 ل 3 متر. لما تضرب قمت السبيسنج في عدد السبيسنج، ده يديك ايه؟ الوتر لينس اللي هو اللي بنقول عليه. طب خلاص ده الوتر لينس. طب انا عايز اجيب ايه؟ انا عايز اجيب اللينس بتاع التانك. قال لك اللينس بتاع التانك ده هيساوي الوتر لينس اللي انت جبته ده زائد، احنا بنسمي الحواجز دي بافلز. كل بافل من دول هما ليهم عدد، لو ضربت عدد البافلز دول في السكنس بتاع كل بافل هيديك دي الووتر لينس. فبقول عدد البافل سكنس ده لو مش جيفن بتاخده ب 0.5 في النمبر اوف بافلز زائد الووتر لينس، تمام؟ بعد كده خلاص من الكلام ده حسبت اللينس، وفي الاول كان معايا ال L وال B. خلاص تعرف تحسب ال B عباره عن الاريا على اللينس، تجيب ايه؟ ال B. الدايمنشن بتاع التانك ده اسمه كونتاكت تانك او كلوراين تانك او ديس انفكشن تانك، بتحطها عباره عن ال وبي ودي. تعالى بقى ايه ناخد ايه مساله نشوف الدنيا ماشيه ازاي. بيقول لك هنا ايه، فايند ذا دايمنشن اوف كلوراين كونتاكت تانك ذات هاز 6 بافلز، هو بيديك عدد البافلز ان اتس ميد سبان، والثيكنس بيقول لك 0.25، مديك الفلوريد ب 36000 متر كيوب بير داي، مديك الكونتاكت تايم ب 25 مينت، مديك الكلير ويتس بتوين بافلز ب 2.5، مديك الدبس بتاع المايه ب 2.5. الموضوع ببساطه، انا اول حاجه معايا اصلا عايز احسبها الكباستي. انا معايا كيو، هو مديني كيو دايركت ب 36000 متر كيوب بير داي. في الكونتاكت تايم ده بيكون من كام؟ اتفقنا ان الكونتاكت تايم او الريتنشن تايم ده بيكون من 10 ل 30 مينت، هو مديني ب 25 مينت. ففي 25، 25 قسمتها على 24 في 60 بحيث ان انا احولها ايه لدي. الكلام ده اداني 625 متر كيوب. بعد كده السيرفيس اريا دي بتساوي الكباستي على الدبس. الكباستي معايا والدبس معايا ب 2.5 هو جيفن في السؤال، اعرف احسب السيرفيس اريا. حسبنا السيرفيس اريا، تعال نحسب الووتر لينز. ده يساوي النمبر اوف بافلز بلس 1. النمبر اوف بافلز بلس 1 ده يديني عدد ايه؟ عدد السبيسنج. لما تاخد عدد البافلز 1 2 3 4 5 ده معناه ان عندك 6 مسافات، 1 2 3 4 5 6. ف number of buffles بلس 1 ده بيدينا عدد السبيسنج في الكلير ويدث ما بين البافلز. انا خدت الكلير ويدث ما بين البافلز هو مدالك ب 2.5، وعدد البافلز مدالك ب 6 بلس 1، عوضت دايركت جبت الووتر لينس. عشان تجيب اللينس بتاع التانك هناخد الووتر لينس زائد
بافل سيكنس في عدد البافلز، البافل سيكنس ب 0.25 في عدد البافلز ب 6، جبت الوتر لينس. طب خلاص جبت الوتر لينس، تعال نجيب البي العرض، هو الاريا على ال. الاريا كنت جايبها ب 250 على الوتر لينس ب 19، قسمت الاثنين على بعض جبت البي عرض التانك. يبقى الدايمنشنز بتاع الكلوراين تانك ال ب 19، البي قربتها خليتها ب 14، والدبس ب 2. كده ايه احنا صممنا دي 13.15، ممكن تاخد 14 ممكن تاخد 13.5، مش فاهم. ده كده ايه التانك اللي هو الكلوراين. تعالى بقى نبدا تانك اخر تانك اللي هو الجراوند ستورج اللي انا بخزن فيه الميه. هو كل الفكره انه ايه اصلا ايه وظيفه التانك ده، بيكفر ذا امرجنسي، ان انا لو حصل عندي اي دامج او حاجه في الووتر تريتمنت بلانت بيديني sufficient تايم عشان احل المشكله دي من 4 ل 10 ساعات. واحنا عارفين من قبل كده ان استخدام الناس، طبيعه الكونسومشن بتاع الناس متغير في خلال اليوم، فده بيكفر اللي الفلكتويشن بتوين الكونسومشن والبرودكشن بتاع الوتر تريتمنت بلانت. واخر حاجه بيكفر 80% من الفاير ديماند، وفي 20% كانوا بيكفروا عن طريق الاليفيتد تانك اللي كنا بنقوله قبل كده. جميل. الديزاين بتاعه قال لك ايه؟ قال لك الكيو ديزاين او كيو ماكسيم مونثلي هي عباره عن 1.4 كيو افريج، والكيو ماكسيمم ديلي 1.8 كيو افريج، دول عارفينهم من قبل كده. قال لك التانك ده بنجيب 4 كباستي، واحده للديس انفكشن، واحده للامرجنسي، بعد كده واحده للماكسيمم ديلي ماينس الماكسيمم مانثلي، واحده للايه للفاير. الديس انفكشن هي كيو ماكسيمم مانثلي في تايم من 10 ل 60 مينت، عاده بناخده بايه نص ساعه. الكيو ماكسيمم مانثلي بتاع الامرجنسي هي عبارة عن الامرجنسي الكباستي بتاعتها كيو ماكسيم مانثلي في التايم من 4 ل 10 ساعات، باخده ب 10 عادة. بعد كده السي 3 هي كيو ماكسيم ديلي ماينس كيو ماكسيم مانثلي في ال 1 دي، ال 1 دي اللي هي 24 اورز. وبعد كده بالنسبة للفاير الكباستي بتاع الفاير، لو ان انت عدد الناس اقل من نص مليون بتستخدم الايكويشن دي، طب لو عدد الناس اكبر من نص مليون هستخدم الايكويشن دي. الفرق ما بين الاثنين ان دي 120 ودي 240. طب بقى جبت الاربعه كاباستز، قال لك الكاباستي اللي انت هتعمل عليها ديزاين تاخد الكبيره من سي 1 وسي 2 وسي 3 زائد سي 4. بعد كده الدبس، الدبس من 3 ل 6 عملت له اسامبشن. بعد كده السيرفيس اريا هي الكاباستي على الدبس، قسمت الكاباستي معايا والدبس معايا، قسمت الاثنين على بعض، الرقم اللي هيطلع لي تتاكد ان هو اقل من 2000 ونص. دوت ايه الاريا. بعد كده ال L وال B هنا المفروض يكون أصغر منها ويساوي 50 متر، وحس هتحسب ال N عادي وتحسب بيها كشوط عادي. بس تاخد بالك إن ال L دي اللي أنت تحسبها إن هي لازم تكون تقبل القسمة على 5، يعني لازم تكون 25 30 35 40 كده، رقم يقبل القسمة على 5. تعال ناخد بقى example ونشوف الدنيا عاملة ازاي. بيقول لك هنا determine the capacity and dimension of ground reservoir for a water treatment plant of a city of population ب 150 ألف كابيتا and average water consumption ب 225 لتر بير كابيتا بير دي. جميل جدا. خد بالك من حاجتين، هو هنا مديك ال population ومديك ال average water consumption. في كيس تانية ممكن ما يديكش يعني المسألة دي، يعني حاجة زي كده، أو ممكن إن أنا إيه أديك جدول تجيبوا الحاجة بالمنظر ده وأقول لك مثلا إن هنا عندي التايم تمام وهنا الكونسومشن مثلا لتر بير 2 اورز، واقول لك مثلا من الساعه 12 ل 2 الكونسومشن كان ب 60 مثلا، من الساعه 2 ل 4 كان ب 50، وبقيه اليوم، وبعد كده هنا من 12 ل 2 باقي اليوم وكده. كل الفكره ان انا هنا مش مديك الكونسومشن دايركت كده، مش مديلك كرقم. طب بالتالي لو انا مديلك حاجه بالمنظر ده تعمل ايه؟ هتجمع كل الارقام دي مع بعض هتجيب ايه؟ الافرج ووتر كونسومشن، هيبقى مجموع الارقام دي. ده لو مش موجود ايه given direct. خلاص انا هنا معايا ال average water consumption given ومعايا ال population. خلاص تعالى ايه نبدا المساله نشوف هنعمل ايه. اول حاجه Q design هي 1.4 Q average، 1.4 في ال population في ال average water consumption 24 في 1000. انا هنا بشتغل متر كيوب بير اور عشان عندي كذا capacity ومحتاجهم كلهم بير اور. ال Q maximum daily 1.8 ال Q average، 1.8 في ال Q average population في average water consumption 24 في 1000، هتجيب الرقم متر كيوب بير اور. اول capacity بتاع disinfection هي Q maximum monthly في time قلنا من 10 ل 60 minute، هنا غالبا باخده ايه؟ باخده بنص ساعة اللي هي 30 minute، فقلت في 0.5 hours. حلو، ضربت الرقم في 0.5 hour اداني ايه؟ ال capacity. تاني واحد
من 4 ل 10 ساعات ضربته في 10 ساعات. تالت كاباستي كيو ماكسيمم مانس ماينس كيو ماكسيمم كيو ماكسيمم ديلي ماينس كيو ماكسيمم مانس في الوان دي، والوان دي ده ال 24 ساعة اداني رقم. رابع كاباستي، انت لو تلاحظ اصلا البوبيليشن كانت اقل من 250، فقلت 0.8 120 في البوبيليشن على 1000 اداني ايه؟ 1440 متر كيو. من خلال الكلام ده كده بقى معانا 3 كاباستز، والكاباستي الرابعة اللي هي السي 4. هتاخد الأكبر من الثلاثة الأولانيين تجمعها مع السي 4 تديك الكباستي الديزاين اللي أنت هتصمم عليها. طب خلاص جبت كباستي ديزاين، عملت أسامبشن للدبس. الدبس ده كنا قلنا من 3 ل 6، فرضته ب 5. بعد كده السيرفيس اريا كباستي على الدبس، قسمت الاثنين على بعض جبت السيرفيس اريا. من السيرفيس اريا كان ال L وال B المفروض يكون أقل من أو يساوي 50، ففرضتهم الاثنين ب 50 وحسبت ال N. لما جيت حسبت ال N لقيتها ان هي محتاجة تتقرب، قربتها خدتهم تانكين. طب بعد ما قربتها خدتهم تانكين رجعت حسبت ال B جديدة. ال B جديدة عبارة عن السيرفيس اريا على ال N في ال L. السيرفيس اريا معايا وال N معايا تانكين وال L ب 50، حسبت ال B actual. ال B المفروض هي هتقل، بقت 43 متر 42 بوينت حاجة، قربتها خدتها 43. وبس كده، وشكرا جدا لسماعكم.